ديالي هي شي حد اللي يساعد لي ولدي باش ما يضيعليش في الزنقه. خفت انا ولدي تعرض للاغتصاب، ولدي بقى يدور في الزنقه، انا دابا ما خداماش، ما عندناش المعيد، فهمتيني كريم؟ غير المكان ديالو مناسب هي المدرسه، المدرسه ولا شي جمعيه اللي غتعاون هذا الوليد. لحقاش المدرسه جراو عليه فصلوه حيت الدري شويه اكتيف حراكي. مشيت للجمعيات ديال الذهنيه والعقليه، ما قبلوش، قال لك الدري ما مريضش، ايوا الدري شنو مسكين يضيع. يعني اختي دابا كنشوفك انك وقفتي الوسط. ما عرفتش انا شنو غندير، ما بغاوش قبلوا ولدك المدارس العاديين، ما بغاوش يعني هذا الوليد شنو المصير ديالو؟ ما عرفتش انا المصير ديالو غيكون لا يستر شي اغتصاب ولا قتل، بقاش الدري ما يبقى يدور في الزنقه. شنو يعني الدري ما نقدرش نبقى شاده نهار كامل، راه ضروري غيمشي غيلعب غينقز غيهادي، المهم ما يقرا ما حتى شي حاجه، ما فهمتش. دابا انا النداء للناس ديال الجمعيات ديال حقوق الطفل انهم يشوفوا مجيت هذا الوليد. ما بغيتش ولدك يضيع. ما بغيتش يضيع. ما بغيتش يضيع هو اللي عندي. ما بغيتش يضيع لي، ما يبقى بلا قرايه، ما يفهم حتى شي كلمه، فهمتيني، تشرط في الزنقه. علاش المدارس ما تيقبلوش؟ المدارس حيت الدري اكتيف، الدري حركي بزاف. يعني عنده افراط في الحركه. ملي كنمشي للاطباء النفسانيين كيعطيوني دوايات وكيعطيوني طاوني سكانير ولا غير شي حاجه اللي فوق المستوى ديالي، فوق الاستطاعه ديالي، اللي كالمو باش يتكالمو. كيتكالمو كيولي غير مكلخ، عاوتاني الا غد ليه نفس المشكل، وكيهرب باليومين، كيهرب كيبات في الزنقه. كيبات في الزنقه. انا شحال قدني انا هاد الولد غنبقى حاضيه، والاخر ديالو غيبقى غادي في الزنقه متشرد. دابا انا كنمشي قلوب رحيم اللي ترأف بهذا الوليد، شي جمعيه اللي ترأف بهذا الوليد، تشدو عندها يقرا هذا الوليد ديالي، ما يبقاش ضايع في الزنقه ويتعلم. وهذا حقاش المدارس ما قبلوه، المصحات العقليه ما قبلوه، حتى شي حد ما قبلوه. حتى شي واحد ما قبل لك هذا. وعييتها انت، شوفي ملف عامر بالدوسيات، الوراق ديال الطبيب، جميع الحلول درتهم هذه الشهر، وانا كنتقاتل والو. الجمعيه تشدو تقابلو، ديك الحركه ديالو يعرفو كي داير. هو اللي عندي وانا اصلا يتيمه لا اب لا ام. يعني هو اللي كنشوف فيه الحياه، ما عندي حتى شي حد من غير. الناس المحسنين من الجمعيه تشوفهم بحال هذا الوليد، راه عنده في عمره غير 8 سنين وراه غيدعي عليه ولدي، وانا هذا الشيء راه لا اله الا الله.